قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أفاد مراسل الحدث بقصف إسرائيلي على عدد من أحياء المدينة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مسيرات إسرائيلية استهدفت مدنيين في بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. كما قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس وآخر في شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح جنوب القطاع. وقالت بلدية رفح إن نحو 50,000 فلسطيني محاصرون دون أي خدمات أساسية أو مقومات للحياة، مع صعوبة الدخول إلى أغلب المناطق وإيصال الخدمات للعالقين. قدرت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام في القطاع، وفقا لتقرير نشر في صحيفة الجارديان البريطانية. وذكر التقرير أن إخلاء الركام في غزة سيستغرق 15 عاما بمشاركة 100 شاحنة، وستكلف العملية أكثر من 500 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأممية فقد تضرر أكثر من 137,000 مبنى في غزة، أكثر من ربعها قد دمر بشكل كامل. ومشيرة إلى أن الحرب دمرت جهود التنمية في غزة وأعادتها إلى ما كانت عليه عام 1980. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن في شهر مايو الماضي أن عملية إعادة إعمار المنازل في غزة قد تستمر حتى عام 2040 بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار. أعلن مسؤول التزام تل أبيب الصارم بالاتفاق الذي يدعمه الرئيس الأمريكي بايدن مع حركة حماس بشأن غزة. وأضاف مستشار مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح أيضا بحدوث أي تغيرات من جانب حماس في الخطة. وأشار إلى أن الخطوة التالية في المفاوضات حول خطة اتفاق غزة التي يدعمها الرئيس الأمريكي بايدن يجب أن تتخذها حركة حماس عندما تقبل شروط الصفقة التي يتم مناقشتها. وشدد على حق إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها والمتمثلة في منع تهريب الأسلحة وإعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، ومنع عودة الأسرى من مقاتلي حماس إلى شمال القطاع. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقائه اليوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، دعا لضرورة دفع الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس. وكان وزير الخارجية البريطاني التقى اليوم نظيره الإسرائيلي، وخلال اللقاء شدد على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن. وكان لامي دعا في وقت سابق إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مشددا بدوره على ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية غير المحدودة إلى غزة، إضافة إلى إيجاد طريق لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. سرايا القدس، لواء رفح، يا نتنياهو، غزة مقبرة الغزاة. ولكن الله هرمه. أتى الله؟ ساعة. إيش؟ ونص مكة العالم، قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
هوب. توقع الله. عودة أخرى، نذكر بالغارة التي استهدفت سيارة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذه مشاهد وصور متوفرة لنا الآن والتي نتج عنها قتيلان أحدهما قيادي في حزب الله. إذن هذه الصور التي يعني توضح استهداف سيارة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتي نتج الحدود السورية اللبنانية والتي نتج عنها قتيلان أحدهما قيادي في حزب الله. بحسب المرصد، السور يصحح مرة أخرى ما قلت بأنه على الحدود السورية الإسرائيلية وليست الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إذن غارة على سيارة على الحدود السورية اللبنانية نتج عنها قتيلان أحدهما قيادي في حزب الله. إذن الحدود السورية اللبنانية، مرة أخرى أؤكد، الحدود السورية اللبنانية، استهداف سيارة نتج عنها يعني قتيلان أحدهما قيادي في حزب الله، تبعا للمعلومات التي نريدها إلى المرصد. أعود إلى الملف الإسرائيلي في والحرب الإسرائيلية على غزة. من طول كرم معنا اللواء عدنان الدميري الباحث الأمني والسياسي. سعادة اللواء، أهلا بك. سعادة اللواء، ردا على مستشار مكتب نتنياهو ديمتري جولدمان الذي يقول أنه حماس أجرت تعديلات كثيرة جدا على خطة التي قدمها بايدن وأن الإسرائيليين قبلوها دون أي تعديلات، الأسبوع الماضي كنا نتحدث على أنه حماس تراجعت عن 3 تعديلات أجرتها على خطة بايدن وقبلت بفكرة الوقف الكلي أو تغاضت عن فكرة ضرورة الوقف الكلي قبل الدخول في المناقشات. أنا أريد بس معك أن نناقش هذه المغالطات التي يريدها الإسرائيليون ومكتب نتنياهو على خطة بايدن، وماذا لو أن هذه الخطة جمدت بشكل كامل؟ ما هي السيناريوهات التي يمكن أن نتوقعها من الطرفين؟ مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. مساء الخير سعادة. بداية لابد من التأكيد أن بيبي نتنياهو اسمه حتى في المجتمع الإسرائيلي عند الإسرائيليين هم يلقبونه بالكذاب. ويزيد عليها كمان، يزيد عليها الإسرائيليين خصومه وحتى بائتلافه حتى في الليك يعرفوه بالكذاب. نتنياهو أقام كل ما أقامه من حروب ومن تنصل من الالتزامات في الاتفاقات مع الفلسطينيين، أقاموا على كذبة كبيرة، وهي كذبة أنه يريد سلام دون أن يريد أن يعطي الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة. ورفع شعار أنا الوحيد القادر على منع إقامة الدولة الفلسطينية، هذا شعار الدائم لبيبي نتنياهو. الآن في الحرب على غزة رفع شعار بأنه هو يريد أن يحارب حماس، والحقيقة هو أمام كل الكاميرات الدنيا هو يدمر غزة، يريد أن يهجر قطاع غزة ويقتل النساء والأطفال والشجر والحجر وكل ما أمامه، لدرجة أنه يقصف مراكز إيواء أعلن عنها بأنها مناطق آمنة. فالكذب في نتنياهو وإدارته هو يعني صفة دائمة بالنسبة لهم، وهذا الإسرائيليين الذين يخرجوا بالاحتجاجات ضد بيبي نتنياهو يصفوه هكذا. هذا جانب. الجانب الآخر بأنه قضية الاتفاق أو عملية الصفقة. الصفقة عمليا حماس تخلت عن 3 مسائل أساسية ووافقت على الصفقة. الذي رفض الصفقة وأقام مجزرة من أجل أيضا أن تقوم حماس برفض الصفقة هو بيبي نتنياهو. ارتكب مجزرة من أجل أن يسمع من حماس أنه أوقفنا الصفقة وأوقفنا المفاوضات، وسمع هذا الموضوع وأعلنت حماس، وكان هدفه هذا، كان هدفه أن يقول للأمريكان قبل الذهاب لإلقاء خطابه في الكونغرس أن الذي يرفض هذه الصفقة هو حماس وليس نحن، ونحن موافقين عليها، لكن
تحت شرط انه الحرب او القتال دائم وما حدا بيوقف القتال حتى اثناء طب ساعة اللواء قبل الذهاب إلى أمريكا، يعني نتنياهو سيذهب إلى أمريكا يلقي خطبة أمام الكونغرس وبالتالي سيعود قويا بشكل أو آخر قبل هذا التاريخ 24 من هذا الشهر، هل ممكن أن نتوقع أو يتوقع الناس شيء من نتنياهو أنه موافقة أو بداية استئناف مفاوضات أو شيء من هذا القبيل؟ هو سيتلاعب بالألفاظ وهو لا يريد صفقة أصلا. بيبي نتنياهو بالنسبة له استمرار العدوان على غزة هو المهرب الوحيد والمخرج الوحيد لبيبي نتنياهو أن يبقى في الحكم ولا يذهب إلى محكمة أو إلى لجنة التحقيق للتحقيق فيما حدث في 7 أكتوبر. نعم. هذا موضوع بالنسبة لبيبي نتنياهو، الكل يعرف أنه هو مستعد أن يقوم بأي عمل مقابل أن تبقى الحرب ولو اسميا مستمرة والمعركة مستمرة، ليقول للإسرائيليين ما فيش انتخابات، ما فيش لجنة تحقيق، لا يوجد كل ذلك لأنه نحن في حالة طوارئ ونحن في حرب. بيبي نتنياهو تحت أي ظرف لا يريد، لكن بيبي نتنياهو رجل علاقات عامة محترف وتاريخه هكذا، فهو يستطيع ويعرف العقلية الأمريكية، والعقلية الأمريكية ليست بعيدة عن القبول بإسرائيل بما تطرح ظالمة أو مظلومة، وهو مرة كانت مظلومة دائما ظالمة. فهي قبلان بيبي نتنياهو حتى وهي تعرف أنه يكذب. الولايات المتحدة شريك إسرائيل في المجازر وفي الحرب على غزة وليست بريئة من ذلك. فالذي يعول على أنه بيبي نتنياهو يخاف الولايات المتحدة، أنا أعتقد بأنه سيكون مخطئ. بيبي نتنياهو طيب. لا يخاف. طب في هذه الحالة سعادة اللواء، لو وصلنا إلى حالة الانسداد السياسي الكامل، يعني لا نتنياهو يريد مفاوضات وبالتالي حماس ستبقى ردة فعل، لن يكون هناك مفاوضات، ما هي السيناريوهات الأمنية التي يمكن أن يعني تكون خيارا أمام دول المنطقة أو أمام حتى حماس، يعني طالما وصلنا لمرحلة أنه لا مفاوضات لا شيء؟ شوف، أعتقد بأنه على مستوى حركة حماس لا يوجد لديها الآن أوراق ضاغطة كافية، حتى ورقة الأسرى بيبي نتنياهو يتمنى أن يقتلوا الآن. وبيبي نتنياهو ليس سائلا، مش سائل عن ورقة الأسرى، ومش سائل أنه يفرج عن أسرى، ومن يعتقد ذلك هو مخطئ. إذا يعتقد أنه بيبي نتنياهو وحكومته سائلين عن موضوع الأسرى، عندهم حركة داخلية تطالب، لكنها ليست صاحبة تأثير على القرارات في دولة الاحتلال، ليست صاحبة تأثير. هذا الموضوع أنا بعتقد بيبي نتنياهو الآن ينتظر الانتخابات الأمريكية، سيجر المنطقة إلى وضع لا سلم ولا حرب كما جرى دائما. عندما أوقف بيبي نتنياهو التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية واعتبرها عدو، نعم، حتى مع السلطة الوطنية الفلسطينية، هو من أجل أن يجر المنطقة إلى حالة لا سلم ولا حرب بأمر واقع كما كان، وإلى أبعد مدى ممكن أن يصل نتنياهو. لكن نتنياهو معروف عند الجميع ويعرفه المجتمع الإسرائيلي بأن نتنياهو لا يعمل إلا لنتنياهو. شكرك سعادة اللواء عدنان الدميري، الباحث الأمني والسياسي من طولكرم، شكرا جزيلا سعادة اللواء.